بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، سؤال في دنيا الناس يتردد خاصة بين الغيارة على دين الله عز وجل: لماذا نرى هذا التفاوت الكبير والكبير جدا بين حقائق الدين وبين ما يسمى بين قوسين الإنسان المتدين أو صاحب الدين؟ لماذا نرى هؤلاء الذين ينسبون إلى الالتزام والدين، نراهم يعني في صورة غير لطيفة وغير يعني غير منضبطة، مع كونهم ينتسبون من حيث الشكل لهذا الدين؟ لماذا هذا التفاوت الكبير؟ إنسان يزعم أنه يصلي ويصوم وإلى آخره، لكنه سفيه بذيء اللسان، يغضب لأتفه الأسباب، لا يسامح حقود. ما حقيقة الدين في حياتي؟ لا حقيقة للدين أبدا. لذلك نرى أن بعض الناس يسخر من الدين والتدين من خلال هذه السلوكيات الغير منضبطة. حديث اليوم عن معيار، ميزان التدين الحقيقي، لكن سأسوق مثالا هو يكون أقرب إلى توصيف الواقع. قد يختلف زوجان، الزوج يأتي إلى الشيخ، إلى المرشد، إلى الواعظ، إلى من يثق به، يقول له إن زوجه مثلا غير نظيفة في البيت، غير مرتبة وكذا، ويحلف على هذا الأمر الأيمان المغلظة. تأتي زوجه إلى هذا الإنسان الذي احتكم إليه هذان الزوجان، تحلف أيضا، هو صادق وهي صادقة، لكن الفرق أن مقياس ميزان النظافة مختلف. ما مثلا هذه المرأة ما تربت عليه في بيتها وترى أنه غاية النظافة قد يكون عين القذارة بالنسبة لتربيته، تمام؟ يعني هذا الأمر نراه، سبحان الله. تدخل إلى بيت إنسان، تقول ما شاء الله، أنت تقول شو هذا؟ هو يتحدث وهو صادق، ما شاء الله، هذه آية النظافة. فالأمر، لماذا سقت هذا المثال؟ حتى أدلل على أمر هام جدا، أن مقياس التفاضل مختلف بالنسبة لموضوع الدين. من هو صاحب الدين؟ لماذا هذا الاختلال؟ لماذا نرى هذا الأمر؟ لأن تقييم الدين أو تقييم هذا الشخص الذي التزم بالدين يقوم على أمرين اثنين. نحن اليوم نفتقد طارقا مدة أسبوعين، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه ويبارك في أهله إن شاء الله تعالى، ونادرا ويبارك في حياة حبيبنا. لو كان طارق موجودا لقلنا له اكتب إن هذا الميزان وهذا التفاضل يقوم على دعامتين اثنتين، على شغلتين اثنين. أولا، لماذا أنا ألتزم الأوامر الربانية؟ هذا الدعامة الأولى. الدعامة الثانية، ينبغي أن أفهم أن هناك أعمالا هي من أعمال القلب ينبغي أن أنشغل بها. هذان العمودان هما الركيزة، الأساس والرئيسة
فهم معيار التدين. سأتي على المعيار الأول، وأي واحد من هؤلاء يعني عندنا يعني أمران أساسان في هذه المسألة. الأمر الأول، لماذا أنا أصلي أصوم ألتزم أقرأ قرآن؟ يعني هذا لمين؟ هذا الآن السؤال الأول. السؤال الثاني، ينبغي أن أنشغل بأعمال القلب أيضا. سأتي على الأمر الأول، إذا اختل واحد منهما يعني يكون سميه مائل، نعم خلل، وإما أن يكون يعني إذا واحد عنده مشكلة نسميه يعني إنه عنده عرج أعرج، أو قد يكون يعني مشلول إذا كانت القدمان معطلتين، هذه لا يجلس لا يستطيع أن يتحرك. نحن لا نريد هذا، نريد أن يكون هذا الإنسان يسير بالدين بأسلوب يحبب الناس لدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأتي على المثال أو على العنصر الأول، لماذا الإنسان يصلي يصوم يلتزم حلال حرام؟ لماذا؟ بعض الناس يقول مثلا صلينا له، يعني صلى لله، زكينا، قرأنا، ختمنا، حجينا، يعني أنا يعني كأنه عم يعطي رشوة لله، أو أنه الله عز وجل بحاجة عباده، أنه مساوي مفكر حاله شو ساوي شيء عظيم. هذا خطأ. لذلك هذا الخلل يجعل الإنسان عنده انفصام في الدين، فكر حاله صلينا الركعتين كتر خيرنا صلينا، كتر خيرنا أنه في غيرنا ما بيطالع زكاة، نحن عم ندفع زكاة، عم ندفع أحيانا صدقة. الذي أجاب على هذا السؤال إجابة، أولا السؤال هذا خطأ، يعني بمعنى أنه أنا لماذا أصلي؟ أنا أصلي لنفسي. قال تعالى من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أنا عم أصلي إلي لنفسي. الله لا، الله غني عن عبادتنا، الله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، لكن إنما هي أعمالكم توفى إليكم، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى والذين آمنوا فلأنفسهم يمهدون. هو عم يساوي إله، يشتغل إله. فهذه الإشكالية الكبيرة. ليه؟ لأنه صرنا نسمع حبيبي يعني نسمع عن أناس يظنون أنهم إذا صلوا ركيعات أنهم ما شاء الله يعني قد يعني امتن على الله امتنانا عظيما، مع أنه هو يزرع لنفسه، تمام؟ يزرع لنفسه، صلينا العشاء غيرنا قاعد بالقهاوي، كتر خيرنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الله قال من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، هذه آية أخرى أيضا تؤكد هذا المعنى. طيب ما زلت أنا في النقطة الأولى حبيبي، كيف أنا أختبر نفسي؟ كيف أختبر ديني؟ هل في تغيير؟ يعني أنا عندي تغيير مثلا بعد الصلاة، هل أنا عندي فعلا تسامح؟ هل عندي تجاوز عن المسيء؟ هل عندي عدم سرعة غضب؟ هل عندي مثلا قبعة اسمها قبعة حسن الظن؟ أعجبني هذا التعبير، أن أظلي لحياتي بحسن الظن. طيب إذا كان ذلك كذلك فأنا الأمور عندي بخير، أنا أعرف لماذا أصلي. لكن إذا لم أجد آثارا فهذا لم أمهد لنفسي الخير في تربية، في إحسان، في تطامن، في تواضع. معناها أنا بعرف أنه عم يشتغل لنفسي، لكن إذا والعياذ بالله ظننت أنني إذا أديت بعض الشعائر لله عز وجل وأنني أنه فعلت شيء الكثير، فأنا لم أدخل في ساحتي أهل الدين وأهل التفرد والتميز. حتى قال بعض العلماء صلى الله على سيد البشر، من لم يجد ثمرة لطاعته في العاجل ليس له أو ليس لها ثواب في الآجل. بمعنى أنه الإنسان إذا لم تكن بدايته متفردة، لم تكن بدايته متألقة، ما ينبغي أن يستعجل الثمرة.
أنه بالأصل البداية كانت خطأ وخطلا. فكر دائما لماذا أنا أفعل هذا الأمر، دائما فكر ليه فعلا، يعني لله، أنه فقط هو لله، أم فعلا أنا أبذر لنفسي لأنني أعتقد ديانة أنني مسؤول يوم القيامة عن أعمالي، وأنني سأحاسب على القليل والكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن العمود الأول ما هو حبيبنا؟ شو هو أوله؟ أيوة، لماذا؟ السؤال لماذا أنا أفعل؟ لماذا ألتزم؟ ليه؟ هل ألتزم لله أم لنفسي؟ بمعنى هل تنفع الله أو هل تنفع الله طاعتي؟ لا، هذا المعنى. المعنى الثاني وهو هام جدا، ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الدين الحقيقي وغير المزيف والغير مخشوش الذي تكون له آثار في الحياة، ينبغي على الإنسان أن يهتم بأعمال القلب. أعمال القلب، الله الله الله. الرياء من أعمال القلب ولا الجسد؟ أعمال القلب. ما حدا بيعرف أنت ليش عم تصلي، صلي كذا، لماذا شافونا ما شافونا؟ لله. ما ينبغي أن أنشغل فقط بأعمال الظهر. يعني من لطيف ما مر معي في هذه المسألة، أنه سفيان الثوري كان يقول له مثلا تعال في فلان مريض بنروح نزوره، يقول لهم انتظروا حتى أحدث نية، حتى أن يكون عندي نية، بدي جدد نيتي. أنا ليش رايح؟ مشان ما يعتب علي أنه ما اتصلت عليه هو مريض. فين؟ أنا رايح لله، أنا أعتقد ديانة أن زيارة المريض عبادة، وقد جاء في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مريض عبدي فلان، ولو ذهبت إليه لوجدتني عنده، أي وجدت رحمتي وتجلياتي ولطفي وإلى آخره. فدائما سبحان الله من أعمال القلب دائما. قال لم أحدث نية، خليني نشوف النية. طيب، صلى الله على سيدنا محمد، فمن عاش بالصدق أنطقه الله بالصدق لأمانته. في عبارة جميلة لأحد المفسرين اسمه الإمام العكبري، شوف هالكلمة حبيبي، والله هي بدنا لو كان طارق كتبنا إياها، عبارة جميلة. يقول تؤخذ القرآن تؤخذ ألفاظه من وين؟ من حفاظه. أنا بدي أحفظ قرآن، حافظ قرآن، مجلس ما بتعلم عنده القرآن. القرآن تؤخذ ألفاظه من وين؟ من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. الله يرضى عنهم. إذا بدي أتعلم التجويد وكذا روح على حافظ قرآن، الحفاظ بأخذ الحروف، لكن بدي أخذ معاني القرآن بأخذها ممن يعيش مع القرآن، ممن يعانيه، يعني حياته قرآن، يتفكر قرآن، أكله شربه يتفكر في كل معاني، كل حرف نور في حياته. قالوا وتؤخذ معانيه ممن يعانيه، أي يعاين القرآن الكريم، دائما يبحث في باطنه، ليش أنا صليت؟ هذا الأمر في نية ولا لا؟ يعني خاصة إذا كانت النية صادقة. الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله. فأن إذا المنحة الثاني هو أن أهتم بالأعمال التي تؤذي قلبي، بمعنى إن كان هناك حسد فهذا من أعمال القلب، إن كان هناك حقد هذا من أعمال القلب، إن كانت هناك غيرة وتنافس غير شريف، أنه فلان إن شاء الله يخسر وأنا أربح، ليش هو كذا وكذا، وفلان عنده متابعين أكثر أنا ما عندي، شغلات سخافات أنا أسميها سخافات. والله أيها الإخوة الأكارم، هناك أناس يعادون أناسا فقط بدون أي سبب، إنسان ناجح في حياته هيك، طب في سبب؟ رجل آذاك؟ لا، هذا من أعمال القلب. شوف لو صلى 1000 ركعة وصام وصلى وما بيحب الخير للغير، هذا من أعمال القلب، مريض القلب. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. القلب هذا مشكلة، القلب.
يعني في الصفحة الثانية في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. شغلة يعني شيء مرعب. ينبغي أن نهتم بالأعمال الباطنية، هذا مهم جدا. حتى جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، لاحظوا أعمالكم. دائما أشوف قلبي، شو كيف قلبي فعلا لله، يبتغي وجه الله، هذه مهمة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني القرآن تؤخذ ألفاظه من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. يعني أنا بدور على صاحب القلب. أنت بتعرف حبيبنا إعرابة يا حبيبنا، يعني أنا أفتحها لأنها مفرد، لأنها منادى منصوب، يعني التقدير يا حبيبنا. حبيبنا الله، في ملك بريطانيا أذكر اسمه أدوارد، هذا بزماناته بالثلاثينيات تنازل عن الحكم مشان وحدة حبه. نعم، أحب هذه الفتاة، فسبحان الله تنازل عن ملكه والناس كذا، أذكر هذا تقريبا في بداية الثلاثينيات، صح؟ طيب، ومع ذلك الناس سخروا منه، لكنه هذا الإنسان كان صادقا مع قلبه، من حيث أنه كان صادق. نحن يا ترى ولله المثل الأعلى، هل يكون عندنا هذا الصدق في متابعة أعمال قلوبنا لله عز وجل؟ هذه مسألة مهمة جدا، عنا إياها ولا لا؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن الظاهر والباطن، حتى في الدعاء لما نقف أمام المرآة ماذا نقول؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فعلا نحن نهتم بظواهرنا، كما أنه الواحد منا بيروح بيهتم بنظافته البدنية الظاهرة وهو هذا مطلوب، بده يفكر. أنا أعرف بعض العلماء كان يحكي يقول: يا بني أنا لما بدأت بالسير إلى الله كنت حافظ القرآن وجامع القراءات وكل العلوم المنقولة وكذا وكذا، لكن كان عندي كثير أمراض قلبية. لما شرفني الله عز وجل وتعرفت على المربي الذي قد يكون أقل علما منه، سبحان الله تغيرت حياته. ما ينافس أحد، يحب، يبذل ذكر نور، هدفه أن ينشر حب الله، ذكر الله، السلام بين الناس. هذا سبحان الله يأتي من أعمال القلب، من الباطن. اللهم صل على سيدنا رسول الله. في كلمة لأحد العلماء يقول: إن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الإمارة، حب الرئاسة. فكيف هذا الإنسان تنازل في من هذا من أعمال القلب، تنازل عن ملك كبير بسبب حبه، تمام؟ ويعني كتب التاريخ تذكر أن هذه المرأة تقول إنه أنا لو لم أذكر في سبة في التاريخ إلا بهذا الأمر لكفاها شرفا، تمام؟ ما هو بيت القصيد؟ بيت القصيد هو أنك أنت صادق في قلبك، فنريد أن تطابق القلوب أو أن تطابق الأعمال ما في القلب، تمام؟ اليوم ما رح نطول عليك، فقط هذه نقطتان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينقي قلوبنا وأن يرزقنا حبه وأن يوفقنا لكل خير. اللهم يا رب ارفع هذه الجائحة عن العالم كله في القريب العاجل. يا رب اشفي وعافي جميع المرضى، ارفعهم إلى العافية، امسح عليهم بيمينك الشافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا رب.